كده معايا النهارده في مبارك دماغ واقعد اتكلم كده مع اخويا. لو تعرفين لازم اعمل لعبه، فالنهارده هعمل لعبه. يعني انا اخترعتها اسمها الكوره الصغيره. الكوره الصغيره تبقى الكوره الصغيره مع مضرب افضل من الطبخه. لو انا ليا فرصه ان اطلع ليا تلات فرص. اول لو خلصت تلات فرص وانا لو انا خلصت تلات فرص وكلهم خلص هتعملوا لي عقاب تحت في الكومنتات. يلا واحدة عدوا معايا. ده مجرات وكواكب. طبعا هتقول لي علوم، هتقول لي علوم. بص كواكب اهي، هتقول لي علوم صح؟ انت شوف بقى، انا عايزك تشوف دلوقتي ان انا صح. ده دراسات، دراسات والله العظيم. كان هيجي لي شباب مصري لما عرفت ان ده هيبقى هو دي مدل علينا ودي دل فيها. يعني كان هيجي لي شباب مصري مش فاهم ازاي ده. يعني مثلا نشيد وخلاص. يعني كيف كده ترابيزة جاية وتفضل العالم، وهي أولادادي. الكاميرا مش كده، الكاميرا ده موبايل مش كويس. بص دي عربية تحت اهي، ودي ده ميكروباص. يا معلش ودي الشارع اللي بره. اوخ يا ناس. يا عم افتح يا عم. باخ 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 من هنا. قهوة يا اخي افتح.
جنبين قهوه ده سبحان الله طول الليل والنهار شاملين ايه مش كويس. رحت انت وجنينه كبيره خربانه الجرس بتاعنا هناك هناك مش حاجه يا اخي اعرف يا اخي يا عم اي حاجه خلاص يعني اكبر واحد.